السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الموقع ده اسمه مابوز اي اي، ده بيخليك تقدر تستخدم الذكاء الصناعي في نمذجة اسرع. اتكلمنا عنه اكتر في فيديو، لكن هوريكم بس مثال. ان في حد هنا مثلا ماشي ومسطب برنامج كارتا فيو، فطول ما هو ماشي هو بيصور الشارع اللي موجود، فده بيفيدك ان انت تتخيل شكل الشارع، وهو اوتوماتيك بيعمل مسح الارقام السيارات ولو في صور الاشخاص، فتقدر تعرف ان مثلا ان المبنى ده دور واحد، فتكتب هنا ليفل وتقريبا 3.5 متر مثلا وهكذا. فالراجل اللي سطب برنامج كارتا فيو طول ما هو ماشي تقريبا مثلا ممكن في نص ساعة ياخد لنا 1000 صورة ولا حاجة، او تقريبا بياخد كل ثانية صورة كده، تمام. ولما تروح البيت يبدأ يلقط من الواي فاي النت ويبدا ان هو يشتغل بيه، تمام، بحيث ان هو ما ياخدش من النت بتاع الجوال، تمام. فخدمه كويسه جدا عملها ان هو مشي، وزي ما انت شايف لو بسيط هتلاقي انها موجوده في كل الشوارع تقريبا. الناس فاهمه فكره الكارتا فيو واهميته فهي ماشيه. وبعدين بتبقى كويسه جدا ان حد عايز يزور البلد فيبدا يشوف الشوارع شكلها عامل ازاي، وبص في كل حاجه ليها المعلومه بتاعتها، يعني حتى اشارات المرور والخدمات. تعال نبص دي ايه، دي مثلا فاست فود هنا تقريبا 11 مخزن حاجه، تمام. هتيجي هنا مثلا تبص على دوت هتلاقي ان هنا كروسنج وذ، في مكان ان الناس تعدوا فيه اشارات. فالناس اشتغلت على الموضوع ده بقالها سنين، فعمل تطور رهيب جدا، وكل الموضوع ده مجاني وعمل تطوعي والناس كلها بتستفاد منه بسهولة جدا. فنرجو الناس تشارك معنا في نمذجة خريطة بلدنا، كل واحد في البلد بتاعته، ونساعد بعض ان شاء الله، تمام. احنا بدأنا في مصر وليبيا، وان شاء الله كل البلاد العربية نبدأ معهم بإذن الله. كل ما تقف على حاجة بتلاقي صور ومعلومات وحاجة 3D. فاحنا عندنا آثار كتيرة ومباني أثرية كتيرة ومباني شكلها جميل، ياريت تبقى موجودة إن شاء الله. بص أوتوماتيك كان في سيارة فهو لغى الرقم بتاعها، ولو في صور أشخاص هيلغوا الوش بحيث إن ما يبقاش فيه حاجات يعني انتهاك لحقوق شخصية حاجة زي كده. لفلك الناحية التانية اهو، بدأ يمشي كأنك انت موجود مثلا في السيارة. طبعا الذكاء الصناعي بيجيب لك خرائط من اماكن تانية كتير، ومجرد بس ان انت تعمل سيلكت عليها، واوتوماتيك لو انت مثلا في طريق مرسوم وانت بترسم تكملة ليه بيربطهم ببعض وهكذا. ده بريمري روت، كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها موجودة واوبن سورس وكل حاجة.